أخبار اليوم. سعدنا اليوم باستضافة مشيخة الأزهر وضيافة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للوفد الممثل لأفريقيا الوسطى في جمهورية مصر العربية، وكان فيه زيارات سابقة هنا لمشيخة الأزهر والتقاء مع فضيلة الإمام الأكبر، وكان فيه يعني طلب لبعض المساعدات الطبية والغذائية والإنسانية، وتم الاستجابة لهذا المطلب بعد دراسة أوضاع أفريقيا الوسطى، لا سيما وأنه الأزهر الشريف من قبل أرسل قافلة ناجحة جدا أسهمت في حصول المصالحة التاريخية التي حدثت هناك. الآن أعدت القافلة التي قررها شيخ الأزهر، وإن شاء الله ستنطلق يعني يوم الثلاثاء إلى هناك. هذه القافلة تتكون من أدوية حمولتها طن تقريبا وتسعة أطنان من المواد الغذائية، سيتم توزيعها هناك وسترافق البعثة الكفيلة والمؤهلة توزيع هذه المساعدات هناك وضمان وصولها إلى المستحقين حتى نستفيد منها أكبر عدد ممكن. شيخ الأزهر أيضا في مباحثات اليوم تم التحدث عن مشكلات الطلاب الدارسين في الأزهر الشريف، بعض العقبات التي تحول دون وصولهم إلى دراستهم هنا، وتم تمديد المهلة الممنوحة حتى تتمكن المسؤولون هناك من إنهاء الإجراءات ووصولهم للاستفادة من هذه المنحة التي قررها شيخ الأزهر، وهي تضمن تحتوي على 15 منحة، منها 10 منح في دراسة الكليات العربية والشرعية وخمس منح لدراسة أبناء أفريقيا الوسطى في الكليات العملية الطبية والهندسة والصيدلة في جامعة الأزهر الشريف. شيخ الأزهر أعلن استعداده لتلبية كل ما تحتاجه أفريقيا الوسطى لإقرار السلام هناك، وعبر عن هذه القافلة بأنها ليست قافلة للمساعدات ولكنها هدية بسيطة يعني إقرار وترسيخ السلام هناك من شعب صديق ومن إخوة لهم هنا في الأزهر الشريف حتى تتواصل أواصر الصلة بين أفريقيا الوسطى وبين الأزهر الشريف بما يقدم استقرار الأوضاع هناك واستقرار السلام بإذن الله. ونتمنى لهم دوام التوفيق واستقرار الأمن والتقدم. سعدنا بهذه الزيارة ونشكرهم عليها ونرحب بهم هنا في مشيخة الأزهر. كلما يعني نحتاج إلى الأزهر الشريف فالأزهر الشريف سيكون حاضرا بإذن الله. شكرا.